الناس اللي غيروا القرارات، مو زي خوينا ذا. فلان انت عندك يا فلان، ياو يموت جاني وطاح فيني وكذا، يجيني بالعصا يقول وين جوالك؟ ايه وش بتسوي؟ وش بتسوي؟ والله اني ربط، والله اني ربطك بكمامته، قال في ذمتي، والله اني ربطك، انك تهابى انت، والله اني ربطك علي وانت تعترف وخشمك مرفوع وغصب عنك، تبغى انا تفهم؟ الطلاق انك تعقب، لا تطلق، تطلق من من؟ طلق من اذنك انت؟ اطلق من محسن يا مسلح رجال، محسن مسلح تك على مسدس ابو طرطيعه، قال محسن مسلح بس، قال ايش؟ الله انت تعترف وانت ما تشوف الدرب علي الملازيم، ما عندك سالفه. الله لا، قال نقد 350 الف لو طلع الجوال. قلت والله انه تحت السرير. دق 350 الف يا ولد، انت تلعبون على الناس يا والله، انت دق وانت ما تشوف الدرب. خريط زريط يا علي شيخ، ما تصبح علي ما تصبح، لا ابيعكم كلكم يا رجال، علي اقسم حرام. يا اليابا هذا تعرف البخ، البخ يا ولد، تعود لا تبخ رجل علي الحرام، علي الحرام، ما عندك سالفه والله العظيم، ما عندك الا ضعوي. قال ايش؟ قال ابو كمامه، والله اني ربطك بكمامته، وانا والله اللي يجيب العلم، والله ما تجيب الضعوي. ما اللي بيدفعني 350؟ والله انت ادفعها وانت ما تشوف الدرب. الحمد لله. خريط ولا شايف البروباغندا اللي مسوينها مع الناس؟ وين؟ على الحرام يا انهم ثلاثه متسابقين في اخر نسختين عشان ما توضح لهم الشغله، يقولون فلان انهم بغى ينقوها 350 الف عشان ايش؟ سووا مصايب ومشاكل. لا انا اكلم يوم دخلوا ربع وشلون تكفون، عدل بدل غير، مش عارف وجينا هذا اخر مره وبس، توكل على الله. على جوال قصدك؟ لا مو على، على مشاكل ثانيه وعلى الدنيا، مو على جوال. لا يمكن انها تسوى شيء غلط يعني يدقها عادي، لكن اكلمك على جوال. على جوال لو بغوك جابوك علموك وانت تطلع الجوال منه. لا ما بتطلع وانت ما تشوف الدرب. خير يا والله، ما عندك ما عندك يا ولد. لا لا تحدى على الجوال، انت قلت لك لو وقفت قدام كاتم ترى عادت رجولك. والله هبه ما بك عظام. والله تهب يا شيخ، روقنا تهب. توكل على والله، والله والله تهب. لا تحلف يا رجال، عارف اعرفك، عارف انت من النوع اللي من اول كف تعترف. ما قال به كذا يا رجال، الا انت ولجعوني يا شيخ. ما قلب خذيته بعمارتكم، ما قلب خذيته انت. لا لا يا رجال، اقول خير يا حبيبي، اقول لك لو توقف قدامه زعل انت ولا ايش اسمه ولا يا علي. علي 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 يرى يجي للرجال من الرجال يستحي، والواحد يستحي على وجهه بعض الاشياء ترى ما تصلح. ترى فيه جوال يا مسلمين، لنا يوتيوب، انتم مشاهير لكم يوتيوب يا عيال، يا عيال اطلعوا بالمنظر الزين يا رجال. وش المنظر الزين؟ لا جاني واحد يستعبطن علي من سابقين، ما له واحد يخرش يخرش. يا دقيق يعني انت يا علي، يعني انا انا اقدر ترك الدوسي واقدر كل العمل واقدر رجال مبتول تركي جديد اللي يسويها وممتازه وانا جايزت لي، بس مساله نجي متسابق يستهبل ويتلكع، وكل يوم الثاني مدخل جوال، كل يوم الثالث مسوي مشكله، كل يوم الرابع مسبب بلبله مع معد متسابق، هذا مال الله ابو كمامه يتل بذني. بيروح يا بحال وقتها يوم ابو كاتم داخل، ومره انت في ثاني متوسط، في ثاني متوسط لكن فعل الرجع يا بالحال، تعوذ من ابليس كان فعل الرجع، في ثاني متوسط لكن حاشم ثاني متوسط وتعوذ من ابليس قدر نفسي. لا لا ما تعرف الا انك كيف تحل واجب، تعوذ من ابليس وعوذ مكانك. لا هذه طريقه يا عيال. اي انت بهاد، بهاد وقفك دقيقه، في حياتك اثنين، في حياتك اثنين تدري شلون دخلت؟ ترضى انت احد يخاطبك كذا؟ يا اخي اسمع، خل دقيقه، خل مقطع دقيقه، كلمني اصبر دقيقه، دقيقه علق عندك. علي علي انا اسالك سؤال، انت ترضى احد يتكلم معك؟ بهار دقيقه، في حياتك اثنين، في حياتك اثنين دخل عليهم بعشره كلاب بوليسيه، علي الحرام النزل ما في بطونهم، والله دخل عليهم بعشره كلاب بوليسيه وب 12 بودي جارد، علي الحرام انهم مو اعترفوا بمشاكلهم السابقه اللي برا البرنامج، ترى اني زرفت فلان وصدمت بسياره فلان، اعترفوا بشيء ما احنا ما ندخل، نبغى الجوال، طلع جوال، انت ليش سويت كذا؟ ليش اعترفت؟ ليش هربت؟ كلهم اعترفوا، سلموا الدنيا ومشوا. صاحي بس انا اقول لك انت علي، علي انا 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 احترم السياسه ذي يا اخي، انا ماني شغل سنة كمان، انت تخيل علي يجيك رجال يعني الوقت. يعني يعني لا لا تزعمني، يعني انت راضي باللي قبل ترك الدوسري ابو عضلات؟ من هو؟
ما ادري شو اسمه اللي قبله اجي انا اللي في الاستوديو. ما قبلته يا اخي، اول اسبوع ما ادري اول اسبوعين صاحب القرار. متسابقين نفس المنطقة تقول عليه. يوم جاء ترك الدوسي يكلم سلمان قال ليش هربت؟ قال والله شفت الدنيا يعني قرارات سهالات فحاولت اهرب. تخيل متسابق يقول لك انه قراراتك كانت جدا عاديه وسخيفه فقررت اهرب ولا افكر فيك. صار القرار ما شفته ما شفته، بس انا اقول لكم يا عيال على شخص يعني يقابل رجال يقعد يهتله قدام شاشه. يا عيال يا عيال يا عيال تكفون، وش ذا؟ احنا كنا برنامج واقع يعني ايش واقعيتنا؟ خليك يعني صدق الواقعيه، يوم تنحاش يوم تتعب يوم تضحك يوم تمزح. يا عيال مو بطريقه، يا عيال يجيني واحد يهتلني يا اخي دقيقه شوف ذا الحين. كانك متسابق محترم، كانك متسابق محترم والله انك بيض الله وجهك، كانك متسابق مزوح بيض الله وجهك، كانك متسابق ونيس بيض الله وجهك، لكن متسابق متعنتن على الاداره ما تشوف احد شيء، اخوياك ما غير تمشي وتخبط فيهم ولا فكرت لحياتهم. لا هنا ما يبي لك لواحد يصقعك على اذنك على الهواء عشان تعرف ان الله حق. طيب انا كلامي واضح. علي الغامدي انت ترضى انه يطلع لك شخص يهترك قدام الناس؟ سؤالي واضح. اي لا اذا انا شخص مؤذي وغير محترم وغير متعاون وغير متساعد وكل الصفات السيئه الغير انضباطيه فيني والله نستاهل، لكني شخص بريء ومسكين ومباري الساس في برنامج وما وصح اني اخطي واصيب واهرب جوال منه وعادي منه لا ما برضى، لكني سيء جدا لا والله خله يستاهل. انا كلامي واضح، انت شاب داخل على يعني على واقعيتك، انحشت مره جيت مره على زل زي, زي زي مثلا عزيز ما قد مرت على برامج الواقع. عزيز سوى متاجر بالبشر يهرب آدمي. عزيز مفروض فلك على الهواء، مو هو يعطيه استبعاد، فلك ثم الاستبعاد عشان يكون برد وحرة القناة. كيف تهرب آدمي القناة؟ هذه جديدة ما مرت علي. يجيني متسابق مثلا مسوي مصيبة جديدة برمجة أول مرة تصير. تخيل مثلا أضرب مثال، دخل كنترول فصل سلك سبب مشكلة في البث، هذا أخنقه حقك. طيب يعني مو شيء جديد، يعني مو شيء سابق تقول جوال تعودنا أشغلنا بذا الجوال. طيب أنا عندي سؤال ممكن. إيه أبوك هاتم كان سابق بشخصية، رجع أبوك برامج واقعية، ليش تغيرت شخصيته؟ هو كان دب وصار نحيف، وش الشخصية؟ ولا صار فيه تل بالإذن؟ وين؟ صار الواحد يصير لا شوف ما تكون صريحا. لا والله ورب البيت اني ما ادري عن موضوعك اللي تقول قلت بالاذن، والله ما فيه ولا أنا ادري وانا ما انا ماني انا ماني مطلع على الموضوع ذا. بس سابقا ركز معي، انت اعلامي اهدى يا ابني خلنا ارد عليك. طيب انت اعلامي خلنا اكمل كلامي. طيب انا خليتني ارد. لا تطلع، انا لا ما بيك تطلع من الكلام اللي انا قلته. طيب ارد طبيعي انه سياسه الوزاره وسياسه الهيئه تتغير وفي تحديثات وفي وفي في صار في حدود معينه، صح ولا لا؟ فانت الخير بتسير تبع الخطوط المعينه هذه اللي انت تمشي عليها. اول ما كان في موثوق، الان صار في موثوق، تقدر تعلن تقول بمشي زي اول. على كيفك، خلاص هو تحدث النظام، صح ولا لا؟ الكمام تغير. ايوه، بدل ما كان كمام اسود صار كمام ايش؟ حق كورونا. فانت تمشي مع كورونا. ايه زي كذا يعني، كمام كورونا حقك ترى كان في فلتر هو، والله لا يوفقه. يعني خلاص انت لا اخر برنامج دخل في بكاتم رفع فيهم. وين اي برنامج؟ اي اخر برنامج متى؟ بكاتم خليك على وضعك ذا، اسال الله ان الله يوفقك. ترى اخر واحد، انت بع نفسك اخوياك كلهم خلاص كلوا كيكه نشبعوا، لان انت ما عاد لك صفه، انت كبير، انت مبطئ عند اهلك، انت يعني ما انت اخر واحد في الطيبين، ما بقلت انت بقى نفسك يعني. تعال توك توك انا اشوف انك بتستانس فيه. انا انزله توك توك؟ إيه انزل توك توك، بس اخاف خافي. بغيت اذب على واحد ما يستر عليه. لا خلاص مش الموضوع، والله اني بغيت اتوسد لي رجال. يعني عرفته
يا كلب يا نت، انت غبي. والله انا بغيت الحق لي رجل، الله يستر عليه. بس خلي دام هذه الدليعه، خلي هذه تكفى. والله اني عرفته، والله اتحداك تعرفه. والله ان عرفته يا علي، عرفه والله ان عرفته. بس تكفى، خلي ذي الايام هادي هادي. الحمد لله امره هدى، يا ربي لك الحمد. يا والله اخي انت ملعون، يا عيال ملعون. لا لا حرام عليك، ما مياكن ما مياكن ما مياكن. المهم نرجع الله يستر عليك ابو منصور، يا رجال طيب. اقلع كذا هات انسى. على طاري، دام انك طريت محمد منصور، يا اخي في يوم من الايام كنتوا زملاء لمحمد منصور وصار عليه مشكله. مش عارف ليش، وسالم لا لا محمد، ايوه صار فيه يوم من الايام عيال ابي ازهم ربعي، يا الربع مش علومكم يا اخوياي وينكم؟ صاحبته هو صدق أم محمد، الله يسعده ويوفقه. اكثر واحد ما يرد على جواله اصلا، يعني دق دق عليه ما يرد على جواله، وانا ازعل عليه اصلا. الموضوع اكثر من مره اقول رد على جواله ما يرد، فانا اتحايل بعض الاحيان اقول اني ببدا الفقره عشان يجي، ثم اوقف الفقره ابغى اسولف معه، ابغى اشوفه قبل الهواء. هو رجل طبعا ما تشوفه قبل الهواء ولا بعد الهواء، كذا فجاه يرسبن. تعرف معنى كلمه رسبن؟ لا ما تعرف، ما تكتكاوي. يرسبن يعني كذا بوف فجاه هو موجود، شلون نزل ما تدري، فجاه يختفي. يعني يجي على بدايه الحلقه ويطلع على نهايه الحلقه. تبغى تقابل رفيق، تعال يا ابن الحق، مو موجود. فهو يعتقد اذا ما ردنا عليه اه هم مستقصدين. هم رد مبسوط، طيب اوكي يمكن اسوق، ممكن تركي كان ياكل، ممكن انا ما ادري ايش ظروف الشباب. والله ما اذكر الوقت اللي كان يدق علينا فيه، ما اذكر ذاك الوقت. كنتم الحق كلكم. طيب انا في الحلقه حرد عليك في وسط الحلقه؟ لا قبل تبدا الحلقه كنت كلكم على الكراسي. شو كنا على الكراسي؟ على الكراسي قبل تبدون لايف. ايش دراك انكم على الكراسي؟ لأنه دق عليكم قبل الحلقة بعشر دقائق. متى قالها؟ هو قالها في الفقرة؟ قبل قال الحلقة بعشر دقائق؟ ولا جاي من راسك الآن؟ مسوي بتحجر؟ لا لا قل له عادي، قل له جاي من راسك. ما تقعد تسوق علي باج. إي ما ما مشي على راسي. الله يلعن ذا الاعلام. لان اعرف منصور اعرفه، فدخلت في الموضوع. انا لا تقول انه صارت مشكله، ما خلينا ما خليته لا هو لا سابي. دخلت في الموضوع والحمد لله عدى الموضوع على خير. يقولون ان سامي قال لكم زياده في الراتب ولا تردون عليه، وصدق الكلام ذا ولا اشاعه؟ كذبت كذب، كل عامك الله. لا تكذب لا تكذب يا ملعون، لا تكذب. انا ما انزلك. طيب لا على الحرق ما جاب طري، يعني إشاعة كلام، إشاعة من جيبك يا ملعون الرقبة. ثم يرجع يثور علينا. طيب يعني إن شاء الله متى يبدأ برنامج؟ أنا خلاص أحس إني حبيتك بصير ناقد. لا 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 ما أحب الراحة ذي ترى، ما أحبها أنا، ما أرتاح للشخص اللي يرتاح بسرعة. يعني ما حبيتني أنت؟ ما حبيتك، مو كيوت في ذمتك. ايه اتكب علي، خليني اصير معك ناقد. انت ارتحت لي مره؟ مره انا ما ارتحت لك، لانك ارتحت لي بسرعه، ترى زي كذا توتر منهم. انت من النوع اللي تطيح في الحب على طول بسرعه. كنت حبيت يا بهاج رهيب خفيف والله النزال. اسمع ابي اصير ناقد في بدايه، ونجيب سامي العوني معنا ناقد. انا اللي هو تدري انه كان ناقد وناقد علي بنسختي. الله يقطع زياد الشين، الله يقطع، مسوي فيها ابو نوره قبل يومين. اي الحرام
علي الحرام انه قتل كل مقدمين البرايم. كل لا 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 استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر ربك. لا لا تحلف والله لا تحلف لا لا تحلف لا تحلف بالنسبه لي انا يا بها. لا والله لا حرام عليك علي الحرام والله إنك. والله انك ما صدقت. من هو افضل مقدم برايم؟ علي بالرويه. لا بكل حب نوجه ابنك شق صفوف كذا ارحم امك رحمين غلط غلط الدرب من نيه كلام فاضي يا بها. لا تقدر تتقوى شيء من راسك. في منافسين في السوق والله ما بيني بيني اني انا هنا لا لا حبيبي لا حبيبي لا تقول كذا من تقفاني في وسط الحلقة وانت تقفى في كل مكان يا حبيبي مامون عليه. ها مامون حتى انا مامون عليه تقفاني والله مامون عليه. علي الحرام ما عنده سالفة هو محامي يحتاج محامي الله محامي يحتاج محامي بالرؤية والله الا حبيبنا علي بس عجبني فقرته يا اخي الله ميزة الشباب بعتني حبيبك علي بالرؤية صديقي الله لا يسد حلقك ولا يوفقك حتى انا حبيبي ليش تقطع عليه؟ ما اخطيت اقول يا حليله اعتذر له. اعتذر إيه. قول انا اسف علي بالرؤية بسرعة شغل تكلم علي غامدي شغل اعتذر اعتذر اثر بالموضوع اسمع شغل علي غامدي تدري انا ما اكلم تدري حق يعني تورط ايوه تعوذ من ابليس بها شو امور طيبه والله لك مني لا ادعمك ان رحت الفندق والله ما خليك لا رحت الفندق يا بهاج ابشر بالسعد والله لا خليك كل يوم بدال ما تتعشى عدس تاكل عدس والله لا خليك تاكل احلى الزين اسمحوا لنا اداره الفندق الله يلعن من الله يلعن من يبي يسجني علي الطلاقني صح انه الخمه ولا مثل ذا الرجال ينسجن سلام لا لا تعوذ بيس بهاد بس ركز مية انا اقول لك هو يبث له ايش يبغى ابو غامدي هذا حبيبي حورية البحر هذا كلب البحر او قوم قوم يا ابني قوم قوم اجلس قوم قوم ابو لا يبدلي انا كلب البحر يا لا لا محشوم محشوم كلب البحر محشوم انا اخوك محشوم محشوم انت بعد ما عليك زود ما عليك زود لبيه بس حي ترى انا ماني مثل اللي سياسي مو سياسي رجال اعلامي يكلمك مكالمات اعلاميه حقك حقك انا اعلام حقك طيب اللي تبي ايش تبي ايش تبي طال عمرك تبي الليله انت وعد رومانسيه لا لا هذا انت اللي تبي طال عمرك الله يعطيك عود وراك عود وراك سبحان موزع الارزاق ولا لا اي والله مقدم يستلم 10000 سلامات اي والله لا لا ما انتم يا مقبولين لما انتم والله ما احد منكم امعق ريا ما اسلح الله الدنيا جايب اخوك جايب اخوك جايب اخوك كاذب علينا قال والله مو بخوي من هو؟ جايب اخوك كاذب علينا يقول مو بخوه من هو اخوه؟ من اخوه؟ هذه بالربعه لا تكذب علينا لا تكذب علينا لا تكذب احد المال والله انا اشوف انا اشوف صراحه انها افضل مقدم برايم زياد لا لا عندي وجهه نظر يا ولد انت ختم بلا سوالكم كلها يوم جيت كلها قديمه وكل الناس عارفينها جميل شيء جديد انت وياه انت تتفق ان زياد تتفق يا اخي من يوم جيت ما سولفت يوم سؤال خايف فلان لا وفلان سوى كذا صح؟ ادري طيب فلان سوى كذا كلنا ندري انه سوى كذا طيب فلان سوى كذا لا كلنا ندري بالاشياء اللي قلتوها الناس كلهم يدرون انا جميل شيء جديد ولا دون سؤال انتم ازعجت ونصبت المسلمين. ندور سوالف ايش تبغى؟ انت عم تسولف. ايش تبغى استاذ مسعود؟ والله انه ازين فلان، ثاني فلان ازين فلان، عندنا خلاص فلان ازين خلصتوا يا اربعه وانتوا على رجالا
ما له فيكم لزوم ولا ود. اعطيك الكلب يا غامدي. محشوم محشوم والله مسعود محشوم محشوم. ايش قدم اعذارك يا بهاج ترى محامية علي بالروية ولا امها والله اللي بينسجن بيسجن معه. انا وياك يا عبد الله. المحامي اللي يسجنك ها مو المحامي اللي دافع عنك. ركز يا بهاج تفضل اعذر علي بالروية بسرعة. قص المقطع عشان ما هي خربت خربت خلاص خربت خربت تبي الصج والله ما خربت والله خربت. اليوم برجع اليوم برجع بمنصور يتهد معك. من هو؟ بيرجع بمنصور يفتح بث وبيلعن تدفك وعلي بن روي بتجيك دعوه في الاس ام اس. ايوه وذيبان وذيبان بيرجع هات الفلوس اللي شو اسمه والدنيا بتجي. مصائب لا تاتي فرادى يا اخوك اعرفها زين. لا الرجال قصدك صالح. فين مفاوضات يا حمار خلاص كذا نصدق. اعرف مفاوضات ما تعدى 56 ثانيه في الاتصال. والله شوف بتطول معك اكثر من كذا. ايه طول لاني انا جبت فكره جديده. ايه عرضت على ابو صالح فكره جديده. شلون؟ اني ابي اغير البرامج الواقعيه. صح زي فكرة فارس بشير اللي قدم فقرة ضعيف ومشى ولا دقوا عليه. أسلم كيف ما دقوا عليه؟ كان مقدم معنا في سكريبتو نسوه الأسبوع اللي راح. بالضبط مسكين. بالضبط يا شباب فارس سبسكرايبر عنده أكثر من قناة. قال لا لا ما عندنا فارس ما نعرفه. من فارس؟ من فارس ما أعرفه نسوه. طيب كيف ما كيف قال والله ما دق على الشباب قولوا لهم يعني تعالوا ويعني الخير بيجي ان شاء الله. لا الله كتب لنا خير. ما كنت تتوقع انت من بدايه ترجع؟ لا ما كنت تتوقع مره تماما ولا حتى لحقت على البداية يا بهاج. تابعت بداية يوم واحد ولا عرفتها إلا في يوم واحد عقبها كنت ورا ولا عاد تابع. بس أذكر قالوا اليوم سعد بن جدران بيطلع في بداية. هو جاء بداية سعد بن جدران؟ إيه متى؟ أكتب سعد بن جدران في بداية. بداية من اللي ما من اللي ما دخل بداية يا أخي كانت يا أخي مريضة يقولك يا عيال يا عيال البرامج الواقعية من أول هي بصاحب لحق عليها علي الغامدي. ترى حنا جينا على نهاية البرامج الواقعية. داية سعد بن جدلان لا يا أخي ما جاء. إلا عليك يمكن طبعا. يمكن جاء في نسخة أربعة نسخة زيد رصدك أربعة. ما انت عملت مع غرم البيشي؟ دقيقة بهار دقيقة عندي حوالة دقيقة بهار الله دقيقة بهار دقيقة بس ميوت. ابو عبد الكريم عينته قبل اسبوع هني تعبان بهاج والله لو تروح لي بهاج والله ترى يعرفه. وين بيته؟ ابي اعطيك اياه والله العظيم عطني ابى اسير عليه. اي والله دق عليه والله ترى دق عليه سناب ضف سناب ودق عليه وما كلم السناب. بس اني اخاف اني اكلفه ابي اروح بس بدون يعني عزميه بكذا بدون سالكه ادق عليه الباب وادخل عليه. تسمعني كذا ولا لا؟ انقطع صوتك. والله ودي اروح له يا ريت من اللي كان بيدلني عليه علي الغامدي. تروح معي يا ابي جعوب؟ الله كفو يا ابو سام جاي تاسع. لا لا هو ما عنده مشكله ترى يستقبلك. لا ابو عبد الكريم ها جاي. شوف يا حبيبي تم رجال يستقبل بس انه ترى اذا جيت ضيف لا يستقبلك في يعني فندق يوجبك ما يستقبلك اول مره في بيته. ليه؟ يعرف المواجب ويوديك فندق
في اللوبي طبعا عشان في عمال يخدمون عليه وكذا، لا طلب قهوة ولا طلب شيء، يعني يكون فيه يعني روم سيرفيس، يعني رجال يعرف المواجب، بس انه يوديك فندق كذا ويعزمك اللي تعب فيه، ما يقصر والله في ذمتي. اتضحك اتضحك انت بيت رائع مثل ابوك. انتبه. يلا لا تضحك يا كلب. مو صادق ولا يضحك. والله اني صاد، والله اني صاد ورب البيت. كيف فندق؟ لوبي فندق، في اللوبي ما 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 تروح انت، ما تروح كافيهات، اللوبي هات فنادق الله يلعن ابليسك. لا سهبل. بس اني انا بروح له قهوه معي كلش معي. لا 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 هو بيعزمك في لوبي. شايب علينا يا ولد. ما 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 هو ما يشرب قهوة هذا، ترى هو يعزمك هناك عشان يضيف، كله هو ما يشرب شيء. ما يشرب شيء، ما يشرب شيء ترى. ما ادري هو ايش كان يسوي في البداية. هو كان زي الابو، مو هو مشرف، كان اب. كان ابو ابو فعلا ابو. كم سنة؟ ترى يا شباب عمره فوق ال 66 مدري. صغير مو كبير. لا بس انها الامراض اتعبته، هو رجال ما ياخذ ادويه، انا عارفه زين، كنت كان معي في نسختي ما ياخذ ادويته، هو عنده سكر وعنده ضغط ما ياخذ ادويته. والله يا ابو شفنا والله ودنا نزاوله لحقين علينا. والله ما يقول شيء ويرحب فيك، وترى يعرف يعني لانه متابع من بعيد لبعيد، في يدري من الشباب اللي موجودين في الساحه وكذا، يعرف ترك الدوسري. ترك الدوسري ما طلع قصدي برامج واقعيه الا في 2020 في كورونا، فكاريزما او الظاهر ما او البصمه يعني في 2020، ما ادري اذا لهم معرفه سابقه في بعض ما ادري، لكن اللي يعرف ان الرجال ما يعرف الا من قناه الواقع. الله يا الله يشفيه يا ابني. اي والله اي والله الله يشفيه. على العموم يا حبيبي انا الان مشغول يا قلبي ولنا لقاء اخر، ولا ودي اخر عليك يا حبيبي. سلم وسلم ودناك الله يعيني. اليوم عندك لبيه العشاء اليوم عندك؟ ما يم في الرياض الله يطول عمرك. ويش انا ما انا في الرياض. قبل امس مقابلني انا اليوم في الطائف. البيت تقول طالع من البيت. طالع من البيت في الطائف عادي، ما عندي بيت في الطائف. ها من اللي من ربعك هنا يا بن سير عليه؟ ابشر ابو عبد الكريم اروح له وبرسل لك بيته. لا لا اقصد غامدي هنا. خلاص ارسل لك رقم واحد شاب سعد بن سعيد الغامدي، تقرط عندي يزبط كاتشيها، هو له خبره بالفنادق. ابو الجنه ده اظن انه مطروح مسجون محمد اسمه قد مر علي. لا تحاول تجيب الاسماء بصيحة الله لا يوفقك. بدنا نعلمك بدنا نعلمك. انا يبغالك يبغالك وزن اذرع انت. كافي حساب. يا ابن الحلال مالي في الرياض، مالي في الرياض والله. انت خبل. انا قدني بعيد بعيد. تبغى برشومي تبغى ما زمزم. هم بطلين. ودناك الله يعني ودناك الله. هلا حبيبي. الله يعني كان ودنا انها تعشي انا مجانا اليوم بس ما اتيها تنافس. طيب والله يعني سعود عيال ارسل لي قبيل دق علي سناب بس اني كنا في قست والله يطلبنا حقنا الله يحرك كبده. سعد صبحك الله بالخير. صباح الخير. صباح النور.
كلمة تقولها للمتابعين. كلمة ايه يقول يا ريتني اجي بعض الاشياء مخير، طيب والله حي بعض الاوادم بدمي، دمي يا ريتني اجي بعض الاشياء مخير، والله حي بعض الاوادم بدمي، في رحلة الايام كلش تغير، لا السماء ولا الارض والشمس وامي. علي، طبعا انا اختم. مع السلامة.